يمير، لو هنتكلم النهارده عن مشاكل تأخر الإنجاب، ولكن هنمسك مشكلة تكيس المبيض دي، ممكن أعرفها إزاي أو أكتشفها إزاي؟ وليه في ناس بتروح تعمل عمليات حقن مجهري والدكاترة بتبقى مش مهتمة للأسف بالموضوع ده؟ تمام. هو تكيسات المبيضين او بنسميها البوليسيستيك اوفري سيندروم، دي متلازمه على بعضها اسمها متلازمه تكيس المبيضين. حلوة. دي يعني بتمثل نسبه عاليه قوي من اسباب العقم عند السيدات. يعني مثلا لو انا النهارده في العياده مثلا جالي 50 حاله، غالبا بشوف منهم حاله تكيسات على المبيضين. اوكي. يعني اقصد ان يوميا بشوف حالات تكيسات المبيضين، يعني هي منتشرة، مش مثلا حالة نادرة. يعني هي تقريبا بتمثل حوالي 20% من أسباب تأخر الإنجاب عند السيدات. هو فعلا منتشرة. وكمان بنلاقي في بنات عندها يعني في بداية الزواج بتبقى عندها تكيسات وهي ما تعرفش. بالظبط. يعني بالرغم من ان هي، اقصد اقول ان بالرغم من ان هي مشكلة منتشرة ومسببة فعلا نسبة منها بيبقى عندهم تأخر في الإنجاب، الا انها مشكلة سهلة وبسيطة جدا، وعلاجها سهل قوي. وعلاجها كمان ان هي بمجرد ان الست دي ما تحمل، خلاص بعد كده بتنجب بشكل طبيعي جدا. يعني علاجها بيتحل مع الحمل والولادة. طيب. المشكلة دي حضرتك بتقولي ان دي مشكلة بسيطة. بالظبط. ببقى شايفة ان في ناس بتفضل تتعالج وبتحاول حقن مجهري وبيفشل. ليه في دكاترة ما بيهتموش بالتكيسات مع انها ممكن تكون السبب الاساسي؟ غالبا هو اهم حاجة ان انا الاول اشخصها، اشخص التكيسات، ان اللي منع الحمل عند الزوجة دي التكيسات. لان بتجيلي ستات كتير قوي عمالة تاخد في منشطات. يعني انا بستغرب قوي ان في ستات بتجيلي بقالها 5 سنين بتاخد منشطات. يا خبر. يعني ازاي؟ لو انا شايفه ان التكيسات هي المشكله، لان التكيسات طبعا بتمنع التبويض. يعني احنا لو خدنا كده الاول، يعني ايه كلمه تكيسات على المبيضين من البدايه خالص؟ هي بتبقى عباره عن المتلازمه دي، بتبقى عباره عن خلل في الهرمونات بتاعه البنت دي من اول ما وصلت مرحله البلوغ. البنت دي بيبقى عندها زياده في هرمونات معينه ونقص في هرمونات معينه. الخلل الهرموني اللي عندها ده هو ده اللي بيسبب لها وجود تكيسات على المبيضين. اوكي. المبيض نفسه بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى فيه مخزون هايل جدا من البويضات. عشان كده انا بطمن الستات دول، يعني البنت او حتى لو ما كانتش لسه متجوزه، او السيده اللي اكتشفت ان عندها تكيسات على المبيضين هو ده اللي مأخر لها الحمل، انا بطمنها. يعني هي حتى لما بتجيلي العياده انا بقول لها انت ما عندكيش عقم. تكيسات المبيض، الست اللي عندها تكيسات المبيضين دي بتبقى خصوبتها عاليه جدا. أوكي. بتبقى عندها مخزون المبيض هايل جدا، عالي جدا. يعني مثلا لو احنا قلنا لو بنت مثلا في السن الافريج ده مثلا عندها المخزون الطبيعي المفروض من 3 ل 4، الست اللي عندها تكيسات بيبقى المخزون بتاع المبيض او الاي ام اتش بيبقى عالي جدا. في سيدات بيبقى المخزون بيوصل لحوالي 12. طيب. فالست دي ما بتعجزش بدري، بيبقى عندها المخزون عالي قوي. أيوة. يعني مجرد بس ان انا احللها مشكله التكيسات، بعد كده بتنجب يعني بكثره جدا وتوائم كمان. يعني عادي، بيبقى الموضوع سهل وبسيط. بالظبط.